السلام عليكم، مرحبا بكم طلبتنا الأعزاء. نكمل وياكم محاضرة النيوميريكال ميثود. أول طريقة عندنا بالروتس أوف كويجن، شلون نستخرج جذور المعادلة، إنه بايسكشن ميثود أو ما تدعى بالانترفال هالفينج ميثود، إنه طريقة تنصيف الفترة. طريقة تنصيف الفترة، نرسم هذا الرسم. هذا الرسم عندنا واضح، راح مجرد نوضح لكم اياه. هنا مكان جديد، انه عندنا احنا محاور مالتنا نفس ما هي واضحة. نجي ناخذ هنا دالة، راح يكون عندنا قيم لهذه الدالة بالاتجاه السالب، وقيم راح تطلع لنا بالاتجاه الموجب. يعني راح تطلع عندنا قيمتين. مثلا شلون؟ انه اختبرنا في القيمة هنا طلعت لنا مثلا قيمة سالبة، راح نسميها اكس ليفت، قيمة سالبة على يسار جذر. ليش؟ لان هذا المنطقة هي الاكس روت، الاكس روت يعني هاي الاكس اللي هو الجذر، اللي هاي موقعه، يعني هي هاي الاكس الاكزاكت الرياضيه 100% اللي ما بيها اي نسبه خطا. فعندنا القيمه اللي راح تكون سالبه، وفجاه راح نختبر الداله بقيمه اخرى راح تطلع عندنا مثلا خلينا نقول موجبه، فراح نسميها الاكس رايت. راح نسميها شنو؟ الاكس رايت. قانون تنصيف قانون تنصيف الفترة انه مش راح يسوي، راح ياخذ اكس يسميها ام، ياخذ اكس يسميها ام، مش راح يسوي، راح ياخذ معدل الاكس ار والاكس ليفت، يعني يجمعهم ويقسم على 2. الغرض منها راح ياخذ فد قيمة هنا موقعها بالمنتصف، يعني هاي مثلا وهاي بالمنتصف قيمة اسمها اكس ام. هو ايش سوى؟ اخذ هاي الفتره ما بين الاكس ما بين الليفت يعني وهنا الاكس رايت، انه نصفها قسمها جمع وقسم على 3 راح يطلع هنا. زين هسه تقول لي زين ليش ما طلع انه على نفس الروت؟ لانه احنا ما نعرف وين موقعه بالضبط. يعني احنا نعرف انه اكو ما بين الاكس ليفت والاكس رايت صار عندنا جذر. راح تجي تسالني سؤال زين شو عرفت انه انا صار عندي جذر؟ لانه قيمه بالسالب فجاه تغيرت قيمه بالموجب، اذا هنا الداله قطعت الاكس اكسس، هنا الداله ايش سوت؟ قطعت الاكس اكسس، اذا هنا انا عندي جذر لازم اعرف قيمته شلون. فاول شغله يسويها انه اطلع الاكس ام اللي هي شنو الاكس ام؟ اللي هي قيمه المعدله او المتوسط، يعني ياخذ الاكس ليفت والاكس رايت يجمع ويقسم على 2. زين هسه راح تقول لي هنا دائما تطلع، لا احنا سوى شيء طلعنا الاكس ام ونروح نختبرها، طلعنا اكس ام ونروح نعوض بمن؟ بالداله، يا هي الاكس ام، نعوض الاكس ام، نعوض الاف المن للاكس ام، يعني هاي الاكس ام من نوع نرجع شو نسوي؟ نعوضها في الداله حتى نشوفها هل تساوي او لا تساوي صفر. هل نتاكد منها؟ القيمه راح تطلع لك وراها نقدر نطلع في شيء اسمه الدلتا. الدلتا منين راح يطلع؟ الدلتا راح يطلع عندي انه الرايت ناقص الليفت على 2 مطلق. وقلنا ليش ابسوليوت؟ لانه الايرور انا ما يهمني كان سالب او موجب، ولكن يهمني انه يقل، لكن يهمني انه شنو؟ لازم يقل. وقلنا هذا الاكس ام احنا قلنا العدديه بصوره عامه تعتمد على الاتريشنز المحاولات بالترايل اند ايرور، طريقه الخطا والصواب، وكل طريقه راح ناخذها راح نفهمها. أول طريقة الباي سكشن ميثود، كنا هي طريقة تنصيف
الفترة، اجينا الصف الفترة والنوب عوض بالدالة، ورجع النوب يطلع النوب يعوض والنوب يعرف جل نسبة الإرر شلون عن طريق القانون الفرق ما بين الأكس آر والأكس ليف مطلق على اثنين. وراها يبدي النوب يشوف الأكس أم ممكن تطلع هنا، ممكن تطلع من جهة السالب بس هنا قيمته، ممكن تطلع من هنا بالموجب، ممكن هنا، ممكن هنا، وهكذا، ويستمر إلى أن يوصل إلى مسافة قريبة من الأكس روت أو الأكس إكزاكت. تمام، الحل هاي أول خطوة راح نطبقها فعليا. تمام، باقي الخطوات راح ناخذ المثال ونطبقه ونشوف شلون راح نفهم خطوة خطوة. يجيك مثلا هذا السؤال، يجيك يقول لك يا find the roots of the function، منطيك دالة اللي هي f x كما هي واضحة عندك، الدالة واضحة عندك هنا، وهاي الدالة يقول لك اوجد لي roots، خلالك الاس بين قوسين. ليش؟ لان يقول لك هي ممكن يكون بيها جذر وممكن يكون بيها اكثر من جذر، وهذا يعتمد على check of sign، check the sign of f x at different values of x. ومنطق ملاحظة ثانية بعدين نرجع لها، يقول لك يا بستخدم using six iterations، using six iterations. هاي هسه بعدين نرجع لها ونفهمها شنو يعني انه استخدم ست محاولات. اول شغلة بهاي الطريقة نسويها هو ندقق او نسوي تشيك المن للاشارة مال النتيجة مالتي مال الدالة. اذا اول شغلة شو نسوي؟ احط هذا الجدول واكتب هنا x واكتب هنا f x. اجي دائما شو نسوي؟ نفرض كنا قيم بالسالب وصفر، نفرض قيم بالموجب، وهذا اللي راح نسوي، نبدي من قيم بالسالب. هسه يجي واحد يسأل سؤال، واحد من الطلاب يقول يابا انه اني ليش بديت بالسالب 2؟ هي ماكو مشكله تبدي سالب 2، سالب 3، سالب 4، بس احنا نريد نقتصد بالخطوات، لان هاي المرحله فقط اريد اعرف هل هنالك جذور ام ليس هنالك جذور. اذا شلون ما راح تطبق وتشوف اذا انت من حقك تفرض سالب 3، سالب 2، سالب 1 الى ما لا نهايه، او تفرض سالب 6، سالب 4، سالب 2، كل 2 2، انت هم من حقك تسوي هيك. احنا هنا فرضنا اول شيء سالب 2، طلعت لنا القيمه سالب 14. اذا الان وين احكي؟ بهذا المكان اللي بالسالب. نجي ايش قال؟ قال خلاه افرض قيمه ثانيه، فيوم فرض سالب 1 نفرض قيمه دائما اداه صحيحه، ففرض قيمه ثانيه سالب 1 ايش طلعت؟ طلعت عندي 6 موجب. شنو معناها؟ معناها قيمة سالب 14 هنا، موجب هنا، اذا اكو روت بالوسط. اذا اول شغلة احدد المكان اللي بي روت، هذا عندي R1. قلنا اول علامة لمعرفة عدد الجذور هي اكبر رأس، اكبر رأس عندي هنا 3، اذا ممكن يكون عندي 3 جذور. زين، هسه يجي واحد يسألني يقول لي اللي جاي ليش ما وقفنا؟ ليش كملنا؟ اللي جاي وخلص انا عرفت اكو جذر، خلي راح استخرجه. لازم نعرف مواقع الجذور قبل ما نطب ونستخرج قيمة كل جذر. ثاني شغلة، فاحنا بدنا نكمل، اذا ايش فرضنا؟ فرضنا صفر. بما انه فرضنا صفر كانت هنا مثلا 6، اجى هنا ايش صار؟ صار قيمة 10. اذا انا شو اسوي؟ افرض قيمة فوقها. في حالة بقت موجب وزيد اذا ماكو بعد جذور اقطع. يعني انا اذا افرض مو صفر، فرضت خلينا نقول هاي 10، اجيت فرضت الواحد طلع 14، اذا القيمه موجبه واعلى من العشره، اذا اللي جاي اقطع بعد ما اكمل. خلاص انا عندي جذر واحد حقيقي والباقي جذور تخيليه، انتهت. زين، في حاله انه لا، هنا فرضنا واحد، ايش صار بالداله؟ قلت قيمتها من العشره نزلت لاربعه. اذا بما انه قيمه الداله نزلت، اذا ممكن تعبر توصل للسالب وتقطع الداله، لازم اتاكد. فرجع فرض 2 وفعلا يوم فرض 2 ايش طلع؟ طلع سالب 6. اذا كان موجب
صار سالب اذا انقطع الاكس اكسس، وبالتالي هنالك جذر وسط ما بين الواحد والاثنين، ما بين الواحد والاثنين. اجش قال خلي اكمل، لازم نعرف احنا انه لازم نكمل. ففرضت 3 ايش طلع؟ صار ب 14. اذا بده يزيد السالب، اذا لازم افرض قيمه وراها. اذا بقت تزيد اوقف، اذا لا والله قلت، اذا ممكن يكون عندي جذر واضح حقيقي. مره اخرى انفرض 4 ايش بي؟ صار سالب 8. من سالب 14 صار سالب 8. اذا ايش بيها القيمه هنا؟ انه قلت بالسالب، اذا جاي تقترب من الصفر، اذا لازم افرض قيمه فوقها حتى اعرف الجذر مالتي. ايش فرض الثاني؟ فرضت 5، وبالتالي طلع صفر. اذا هاي الخمسة هي جذر حقيقي اكزاكت. ليش؟ لانه صدف طلع عندي بالضبط، ما يحتاج فترة. يعني هنا طلع ما بين السالب واحد والسالب اثنين، هنا عندي جذر ما بين الواحد والاثنين، لكن هنا الجذر الثالث مالتي حسب المعادلة ثلاثة جذور. اذا الجذر الثالث حقيقي 100%. اذا انا هذا الجذر اصلا هو مستخرج وجاهز، اذا لازم اعرف شلون راح استخرج قيمة هذا الجذر، وشلون راح اعرف استخدم قيمة هذا الجذر. راح نطبق لكم الخطوات ضمن هذا الجذر، ونفس الخطوات تطبق، تطبقوها واجب عندكم انه ضمن المرحلة الثانية، وايضا هي محلولة وموجودة، ولكن انت واجب عليكم ترجعون تحلوها وتفهموها حسب الخطوات اللي راح تطبقها بالبداية. قبل ما نحل ونبدأ بخطوات الحل، نتفق على مبدأ. أول مبدأ أنه عدد المراتب بعد الفارزة في حالة لم يذكر بالسؤال تختار لي 3 مراتب. عدد المراتب بعد الفارزة في حالة لم يذكر بالسؤال تختار لي 3 مراتب مع التقريب. التقريب يكون كالآتي: تحسب 3 مراتب بعد الفارزة، المرتبة الرابعة إذا 5 أو أكبر فتقرب المرتبة الثالثة، أو إذا أصغر من يعني 4 وغيرها إذا تبقى مجرد أقطع أخذ 3 مراتب وخلاص. هاي بالنسبة لعدد المراتب بعد الفارزة. نجي إلى ملاحظة ثانية نتفق أنه عليها دائما، انه انا راح اكتب انه 1 iteration 2 iteration وهكذا. انا المطلوب من عندك تطبق لي 1 iteration فقط، ثم رأسا تطبق هذا الجدول، تمام؟ اذا انا ما اريدك رأسا تروح على الجدول، لا، تطبق لي بالخطوات نفس هاي 1 iteration اللي هي first iteration، تمام؟ تطبق ليها بالخطوات مالتها، يلا عود تعبر وتروح تحل بالجدول، تمام؟ لهنا تمام. هسه نجي اول الجذر وين طلع؟ لقيناه ما بين سالب 2 وما بين سالب 1. اول شيء لازم احدد قيمه الاكس ليفت والاكس رايت. قيمه الاكس ليفت هي قيمه اللي تعطيني الداله سالبه، سالب 2 اعطتني الداله سالبه اذا هي اكس ليفت، وسالب 1 اعطتني الداله موجبه اذا هي شنو؟ اكس رايت. وراها اخذ المعدل، وراها ما استخرج المعدل طلع قيمته سالب 1.5. ورا ما طلعت قيمته سالب 1.5 شو اسوي؟ قلنا نعوض بالداله. عوض بالداله طلع قيمته سالب 1.625. هاي القيمه مالتي اكبر عندي اصغر من صفر، اذا ما طلعت لي صفر، تمام؟ اذا هسه ايش راح تسوي؟ نطلع نسبة الإرر في أول خطوة. سالب 2 هي أول قيمة طلعت لي اللي هو الليفت اللي قلناها، سالب 1 بيناتهم أكو جذر. طلعنا أول شيء معدل، بعدين طلعنا قيمة اللي هي الأف للأكس أم، بعدين طلعنا الإرر. هذا الإرر شبيه قيمته هي جاية أكس رايت ناقص أكس ليفت على 2. هذا الاكس رايت ناقص اكس ليفت على 2، تعال طبق لي راح تطلع لك نص، راح تطلع لك شقد؟ نص. هاي اول خطوه. اول خطوه هاي حليناها بالبدايه كتابه، والنوب نقلناها الى الجدول. النوب هسه نريد نكمل الخطوه اللي بعدها. شلون نكمل؟ اول شغله اجي انتبه، الاكس ام شقد قيمتها؟ سالب 1.5. زين، هاي الاكس ام
الاف الاكس طلعتها سالب لو موجب، سالب واحد ونص طلع لي الداله شبيها سالب. اذا سالب منو اللي يطلع لي قيم السالب؟ هو الاكس ليفت. اذا راح افرض هاي القيمه نفسها هاي القيمه الاكس ليفت. ليش؟ لان هاي القيمه طلعت لي الداله قيمه الداله سالبه، اذا اعوضها بالاكس ليفت والاكس رايت ينزل نفسها سالب واحد. اعيدها، اكس اكس ام سالب واحد ونص، ايش قد طلعت لي الداله؟ سالبه. اذا ايش راح اسوي؟ هاي الواحد ونص هي ليفت اعتبرها، والرايت ينزل نفسه. وراها ايش راح اسوي؟ اجي اطبق نفس الخطوات، طلعت الاكس ام بالقانون هذا والنوب، عوضت هذا الاكس ام وين؟ بالداله. يا داله هاي الداله مالتنا اللي بالسؤال اللي هاي حددناها، عوضنا الاكس ام بها، فايش يطلع عندنا؟ قيمه الاكس ام موجبه. تمام. هسه قبل ما اعمل الخطوه الثانيه اطلع شنو؟ الدلتا. الدلتا هنا اكو طريقتين للاستخراجه. الطريقه الاولى هي هاي القانون، رايت ناقص ليفت على 2، اللي هي شنو؟ منتصف الدلتا، يعني نصف الخطا السابق. هذا الاي، هذا الاي ناقص 1، هذا الاي يعني الدلتا اي، وهنا دلتا اي ناقص 1. ممكن استخرج هاي، هاي تصير اللي هي دلتا اي ناقص 1 على 2 هي نفسها الدلتا اي حاليا. وراها نرجع انه شلون راح نعبر على الخطوه اللي بعدها. اجي اباوع نفس الحاله، باوعت على هاي الاكس ام، هاي الاكس ام ايش طلعت لي الداله؟ هالمره طلعت لي الداله موجبه. زين موجبه وين تروح؟ قلنا بالرايت على اليمين بالاكس رايت. اذا قيمة هاي نزلها وين؟ نزلها هنا بالاكس رايت، هنا بالاكس رايت، والنوب الاكس ليفت نزلت نفس القيمة 1.5. يرجع يطبق نفس الخطوات تطلع ويطبق للنهاية، والنوب يجي باوع هاي القيمة طلعت لي موجب، اذا تنزل وين؟ بالرايت، والليفت تنزل نفسها ويطلع قيمة جديدة طلعت لي سالب، اذا هاي القيمة وين تنزل؟ تنزل بالليفت، والرايت تنزل نفسها. تمام. انه قلنا قيمه اذا طلعت لي سالب اذا هاي قيمه الاكس ام تنزل بالليفت، واذا طلعت لي موجب اذا هاي القيمه، بما انه طلعت لي موجب اذا القيمه لازم رايت، اذا عوضها سواها رايت، والنوب يرجع يطبق نفس الخطوات للنهايه. بما انه محددنا ايتريشن 6 1 2 3 4 5 6، اذا النهايه هي الاكس ام بالخطوه السادسه هي هاي الاكس روت التقريبي، هي هاي الاكس روت التقريبي. تمام. اللي هنا ايش طلع؟ طلع اول جذر، ده يقول لك تو فايند ذا سكند روت لازم باي يوزنج ذا بايسكشن ميثود. اذا راح نجي نطبق الاتي، بما انه طلع بالاثنين والواحد، اذا اول شيء ليش فرض الاثنين ليفت؟ لان الاثنين طلعت لي قيمه سالبه. ليش فرض الواحد رايت؟ لان الواحد طلع لي قيمه موجبه. بعدين ابدا اطبق اول خطوه ثم انتقل راسا المال الى الجدول واطبق الى ان تستخرج قيمه الجذر الثاني، وقيمه الجذر الثالث موجود عندنا، ما عندنا اي مشاكل به. اذا هذا واجب عليكم انه انتم تحلوه، طبعا انه لازم تحلوه اثنيناتهم بيدك حتى انه تصير عندك سرعه بالحل وما تتاخر بالامتحان، انه ما ياخذ من عندك وقت. اتمنى لكم موفقيه، وان شاء الله نكمل وياكم المحاضره الجايه في مثال اخر وفكره اخرى المن في موضوع الجذر. التفاصيل نفسها ولكن الفكره الاوليه مجرد تختلف، لكن تفاصيل الحل راح تبقى نفسها بجميع خطواتها. أتمنى لكم الموفقية، لا تنسون الاشتراك بالقناة ومشاركة المقطع. بالتوفيق.